لليوم الثاني. شهد السودان إضرابا عاما دعت إليه قوى الحرية والتغيير للتمسك بمطلب تسليم السلطة للمدنيين خلال الفترة الانتقالية. وتحدث شهود عن مقتل سيدة برصاصة طائشة خلال اشتباك بين عناصر من الجيش السوداني ومسلحين في شارع النيل وسط الخرطوم. تجمع المهنيين السودانيين قال إن اشتباكا بالرصاص الحي وقع بين القوات العسكرية نفسها وأدان ما وصفها بتصرفات غير مسؤولة. ودخلت قطاعات مهنية سودانية في إضراب عام عن العمل للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين. وكان المجلس وقوى الحرية والتغيير قد أخفق في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة خلال المرحلة الانتقالية. وشهدت الخرطوم ومدن سودانية أخرى خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية للعاملين في مؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، وانتهت بالإضراب العام والتهديد بالعصيان المدني.